هو بخير وعلى خير، والتردد ديالو على البلاد يعني غادي يكون مستمر. ايوا هذا واحد الجانب اللي غادي يمكن يشجع الناس كيف كنقولوا غير باش يبقى يتشجع باش يجي للبلاد ديالو، وهذا واحد الجانب اللي غادي يفتح لك مجال واحد اخر. الناس غادي تزعم تستمر، الناس غادي تزعم تخسر فلوسات كذلك اللي عنده شي فلوس. التيتر ديالي ها هو فهمت، ما كاينش اللي غادي يجي ينزل هو تما السلام عليكم بغيت نحفظ المدينة الكهرباء تجي خايف تقول لك انا ما قسمناش وهذا كان في المحافظه يسبط والله العظيم يسبط يقول له سيروا تفهموا سيروا تفهموا. اذا ذاك المشروع ما كاينش صافي ما كاينش. هذاك يعطي واحد الصدى الاخرين. هذه هي المسائل اللي كيخص يعني الدوله تفكر فيها مزيان. اولا وقبل كل شيء القوانين خصها تكون عالمه مع الناس ديال الا ما كانت القوانين مرنه وسهله ومبسطه وداك الشيء كذا ما يعني غادي يبقى هادشي مستمر. ماشي احنا سنوات كل سنه داك الشيء شوف غير اش كيقولوا دوك العمال اللي كيجيو من برا كل سنه كيكرروا داك الشيء اللي قالوا العام اللي داز وكيعاودوا هذا العام واللي قالوا هذا السبع سنين كيعاودوا. ولا سولتيه يعني كتلقى غير هذاك الشيء ما فيه تجديد والو. بابو تهنا والناس يعني شويه بقات يعني متردده في بزاف ديال الحوايج. الا كان شي امور غادي في المستقبل يعني الله ما هذا الواقع. المانيا رئيس مركز اسلامي بلد كان يوجه هذه الاسئله للسي محمد باعتباره رئيس مجلس غادي نقول لك الامانه على التساؤل. لماذا لا تفكر جماعة زايو بلقاء خاص مع الجالية المغربية المنتمية لجماعة زايو وتشجيعهم على الاستثمار في المنطقة وعقد شراكة مع جمعية المجتمع المدني داخل وخارج أرض الوطن لتحريك عجلة الاستثمار؟ تواصلي مرة في السنة مع الجالية المغربية أثناء تواجدها يعني في العطلة الصيفية مع مراعاة الوقت المناسب للقاء حيث أن العطلة تختلف من دولة لأخرى. هذا أحد أفراد الجالية من أبناء زايو قال لي وجه لرئيس المجلس سي بوزياني وراء عضو في الجمعية معنا. بوزيان و زعما يشكر عليه لأنه ما طرحش شي حاجة اللي هي طرح أسئلة جد عادية كون أنه مخلقوا منطقة صناعية يعني منطقة صناعية يمكن تكون متوسطة ولا صغرى. هذا يعني لا يخلق شي مشكل. حنا بصدد راه حنا موجودين تقريبا في هذا الموضوع هذا، لكن منطقة ديال يعني منطقة ديال الصناعة أو متوسطة والتنشيط الاقتصادي هو اللي يقدروا عليه أكثر. برنامج العمل الجماعي. حنا دابا درجناها في برنامج ديال العمل الجماعي. ما عندناش مشكل، وبالنسبه للتهيئه كذلك ما عندناش مشكل. الى لقينا التجاوب اللي غادي فعلا انه هذا النوع ديال الاستثمار اللي كيهضر عليه شنو هو كيخص دابا يعني الناس يعطوك واحد المقترحات ديالهم شنو بغا يدير هو يعني حنايا بالنسبه لنا ما عندناش مشكل. حنا راه هذا الموضوع هذا راه حنا خدامين عليه وربما غادي نوجدوه في اقرب وقت ان شاء الله ندير واحد المنطقه للتنشيط الاقتصادي مساحات ماشي كبيره ولكن يعني تخلق واحد النشاط بحال مثلا ذاك الانشطه الاقتصاديه المتوسطه من يعني شي حويجه شي معمل صغير ورشي بحال هادشي ديال الصناعه التقليديه بصفه عامه هادشي ديال الحرفيين وديال كذا والى اخره. هي هذه كتخلق واحد النشاط مهم جدا لانه كاين الصغرى فيهم تمام. اذا هذا الموضوع حنا خدامين عليه. بالنسبه للقاء مع الجاليه في الوقت المناسب هو في الوقت ديال العطل الوقت المناسب يعني طبعا في الايامات اللي كيكونوا هما هنا وفي الوقيتات اللي كت حتى
يوم يوم المهاجر كان واحد كيقول سويت حسابات سويت حسابات وصافي واحد كل واحد من تيقول وفتلك يخرجوا بدون نتيجه ما كاينش ولا كيقولوا النهار ماشي احتفال كيقول لك نقله كيولي يجيو مشاكل خاصه وثم بالتالي كتجي بعض المرات شي حوايج مشاكل خاصه 100% ديال الديور ديالها وكتولي واحد المواجهه ما بين يجي واحد يقول له هذا كذا كذا الى اخره هذا الشيء هذا علاش بعض المرات كتقولي والا كانت الا كانت اجتماعات من هذا النوع ما ماشي مفيده ولكن السي محمد علاش مثلا بدينا نعمل هذا النظام نشوفوا غير المناطق التابعه لها هل كيدار غير الجزائر ولا ما كيدارش؟ هذيك المهاجر اسمها المهاجر؟ لا 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 كيمشيو كيخويو شويه هذا كيف الشر روايد ذاك المجتمع المدني اللي مشحور شويه كيجي كيخوي الاخر تما كيضرب واحد ثلاث سوايع تما ويدير شويه ديال الكاطو شويه ديال العصير كيشد الطريق ولكن اللي هو اللي خصنا نفكروا فيه هو بالعكس هو المبادره هو المبادره هو انه بالعكس حنايا ممكن علاش حنا ماشي ضروري نمشيو نشوفوا الضنوبه غير زيه عاد وحده ثانيا ماشي تعرف ايوا عاد هذه وحده ثانيا حنا ماشي ضروري كاع ندخلوا ذاك النهار نقول مثلا نحلوا الباب ديال مفتوح كاع الجميع كاع اللي عنده شي مشكل في ديال البلاد ديالو حطرام عليه واحد عنده مشكل في المحكمه واحد عنده مشكل لا حدوا في المشكله جينا كنتكلموا على الاستثمار نجيو لكم مثلا كنتكلموا على الاستثمار اليوم هذا العام نتكلموا غير على الاستثمار نديروا فيه صباح وعشيه نديروا فيه يومين نديروا فيه ورشات حنا نوجدوه نوجدوه هذا هو هذا هو اللي خص هذا هو اللب ديال هذه الجلسه هذه هو هذا هو اننا نوجدوه من دابا قلت لك الصباح كنتكتبوا مع العشيه اليوم نوجدوا بالبرنامج ديال هذاك شهر 8 4 ولا 5 ولا 6 في شهر 8 نديروا ايامات قبل باش ما نهرسوش الناس اليوم ديالهم ديال 10 واللي بغى يمشي يمشي 10 يمشي اوكي حنا اليوم ناسسوا واحد اللبيده اللي حنايا اصلا في داخل الجمعيه تكلمنا على جوج ديال الانشطه ولا جوج نشاط واحد المشروع اللي كنشوفوه انه ممكن يعطي واحد النفس جديد خاصه هذه المنطقه اللي عندها واحد الارضيه خصبه بزاف لا من انطلاقا من الجاليه نتاعها ماشي غير في الفلوس وانما حتى في الادمغه نتاعها وفي العدد نتاعها ولا في التيران المهيئ للاستثمار اليوم راه الحمد لله تبارك الله راه المنطقه اليوم ديال ولاد السوت وزايو من النواحي عندها ما موجود ما يدار فيها وموجود ما يتفالوريزا فيها يعني ما يمكن تثمينه منتوجاته اما الفلاحيه واما الاخرى المهم في الحقيقه بديت في الموضوع من الوسط ولكن انا زعما صراحه شكرا بعد جزيلا على هذه الاستضافه الا ما بغيناش الا من ابى ومن بين هذه النقاط اللي حنا كنا ناقشناهم في الاجتماعات ديالنا كنا كنتكلموا على نديروا بحال تقول ندوات مائده مستديره ماشي مفتوحه الا مائده مستديره بريزونطاسيون ديالها كل واحد يعرض فكره المشروع ديالو ويعرض لا اللي مهتم بهذا المشروع ولا اللي هي ارضيه اللي كتسمو لي زافراس فيوداك الارضيات ديال الاستقبال اللي هي كتكون منطقه صناعيه ولا اراضي ولا شنو هذه ولا دعم ولا اليوم راه برنامج الجهه حتى هو راه عاود كيبان لي حل واحد البوابه اخرى عاوتاني ديال دعم الاستثمارات كاين دعم الاستثمارات القطاعيه ديال الفلاحه بوحدها ديال السياحه بوحدها ديال التصنيع بوحده كل واحد عنده اليوم كان عاوتاني برنامج جديد عاوتاني ديال المقاولات الصغرى جدا ديال ذاك المقاول الذاتي وهذيك هادو عده برامج ممكن يدير فيهم ورشات ويديروا فيهم مائدات مستديره ونفيدوا الناس ويستافدوا الناس ونرفعوا واحد اللبس اللي كان عندنا واحد العدد ديال الناس هذا من ناحيه وكنا كنتفكروا حتى واحد العدد الاخوان ديال الكودي حنا في هاد زيوب عمرنا كنجيو كيمشي لنا ذاك لو فيل كيمشي لك راس الخيط اللي تواكم سبقتونا في هذا في الكلمه قلت السي محمد بان الاداره بعض المرات تلمو معقدين القانون زاد نكمل الاداره معقدين داك الشيء اللي بقى فبالعكس اللي هو كيخص تبسيط المساطير وتبسيط الامور ولا حتى بعدا من 15 بعدا يدخل بنادم انه يقيد السيد على يعني الاقل بعدا بنادم يعرف منين يبدا لكن انا عندي ناس هنايا انا رجعت من المانيا في 2011 لا 2002 خدمت في الرباط خدمت في عدد هادشي تاع المواكبه ديال كوم كونسيي دو ريانتيغراسيون يعني مستشار في اعاده الادماج ديال المغاربه اللي كانوا كيرجعوا من المانيا شنو هي المعيقات اللي كنت لقيتها كنشوفهم عند الناس هذي كاين اللي كيجي خاصو مسكين غير ديك المعادله تاع الدبلوم ديالو كاين اللي كيجي كادر وعندو دبلوم جاد وخصو اللي يحتضنو خصو شركه فين يمشي يقدم
ما غيرجع كاع هو ما بقاش باغي ديك الدنيا هذه. كاين اللي باغي يجي باغي استثمار يستثمر راسه، ولكن راه الاستثمار فيه وفيه استثمار اللي عنده قطاع ديال التجاره بوحدو، ولكن الا دخلتي في واحد القطاع بحال مثلا من بين اعقد ملف طاح عندي في اليد، واحد باغي يصنع لي باطو دو بوليستير الفلايك نتاع 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 تاع السياره، ولا الفلايك ديال ديال الفلايك هذو ديال 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 الوزير ديال ديال الرياضه ديال الرياضه ديال الرياضه ديال السياحه ديال السياحه اون بوليستير صناعه. قلت له دي حيت مشروع صناعي حتى داخل معاك ها تشاور معايا صحاب البحر، قالوا له دي حيت غيديروا في حدا البحر راه داخل معاك. شحال فيهم في البحر؟ فيهم شي ثلاثه، واحد هذا تاع المندوبيه، واحد تجهيز، واحد تجهيز قالوا حتى حنا العماله حتى هما اخرين حتى هما. عرفتي شحال وصلنا في لاخر عرفوا كل الدور اللي خصو يديروه على المرة ذاك المركز ديال الاستثمار الله يعفو عليهم ما دايروش، لانه السيد جابوه من المقاطعه من جوج دراهم حطوه لجوج 20 المليار في الملف. ما عمري ما عمري ديك لا كوكوردونس هذيك ديك انكومباتيبل كتسمى في الانفورماتيك انكومباتيبل، ما كيتعقلوش بيناتهم ما كيتعقلوش ما كيتوافقوش بيناتهم. دخلنا في واحد المتاهات ولات من بين المشاكل البسيطه اللي كنت كنحل بعض المرات مع الاداره، هو انه كناخذ المسكين ذاك المستثمر على قد جهده وكنمشي نديرو الترجمه. السيد جاي من المانيا ومن هولندا، طلب هولندا كيتكلم يا اما الهولنديه والشلحه يا اما الالمانيه والشلحه، غادي عند الاداره كيهضروا العربيه والفرنسي. كنت غير ترجمه بعض المرات ماشي ضروري نزيد له زعما الخبره ديالي ولا الموضوع ديالي ولا واش المشروع ديالو ناجح ولا ما ناجح. داك الشيء زلا برا زلا، يمكن كيعترف السيد في برا كاع كيتصل بك بالايميل كتجاوبو ها القطاع ديال الدجاج شنو فيه، القطاع ديال هذا شنو فيه، ديال التجاره شنو فيه، القهوه شنو فيها، ما نعرفش شنو فيه، كل واحد اش كتحط له. ها لي مشاريع انا كاين اللي كيقول لك انا عندي فلوس واش كاين شي واحد يدخل معايا في المشروع، كاين اللي كيقول لك انا عندي المشروع باغي يدخل تبعي واحد، غير قول لي الله يخليك شنو هما القطاعات الحيويه اللي في الاقليم ديال الناظور ممكن نستثمر فيهم الى حد نقول مثلا ديال 5 مليون اورو ولا 3 مليون اورو ولا شي. فكاين واحد العدد ديال الاسئله كيطرحوا حنا هاد النواه شو كل شيء جمعت هاد المشاكل كاملين باش نعرفوا بان ما راه واحد الحاجيه ديال واحد النواه ديال دوني لا فورماسيون على الاقل بعد تقديم المعلومه، ولا اذا ما قدش يقدم معلومه على الاقل يتصل غير بالسيد اللي عنده المعلومه يقدمها، ولا كاع يموبيليزي رئيس الجامعه ولا البرلماني ولا المجلس الاقليمي ولا الجهه، او لا يمشي معاه كاع بالرجل كاع ويحاول يحل معاه المشكل. وهذا الشيء كنديروا اليوم مع البرلماني اليوم كنديروا، واخا كيجيو عندي ملفات خارج العمل البرلماني كنمشي معاهم برجل العماله المحافظه العقاريه قسم التعمير الوكاله الحضاريه، وكتحاول ما يمكن تفك المشكل الواحد من هذا بهذا باش ما يبقاش عرضه لهذاك ذاك كل واحد فيه كيضرب بحال الكره، ولا يخدم غدا يعطيك ينهزم يخسر في الفكره ديالو في المشروع ديالو، واللي داير لك واحد عطيك واحد الصوره لواحد المئات ديال الناس. في التجاره كيقول لك في الاقتصاد كيقول لك اودي الا ربحتي واحد الكليان كيجيب معاه واحد الكليان، ولكن الا خسرتي واحد الكليان ما كيديش معاه واحد الكليان كيدي معاه 10. وهذا هو اللي خصو المنطق، لانه اليوم كاين ثلاث المنطق ديال اعاده الاعتبار للمنتوج المحلي ولا المنطقه المحليه كاع المنطقه كامله. بحال كنقول كنبيعوا اليوم المنطقه ديالنا، هذه المنطقه ديالنا اش كتسوى الاقتصاد، شنو هي المكانه ديالها اليوم مثلا هاد زيو هاد ولاد السدوس ها شنو هي المكانه ديالها بارابور مارتشيكا وناظور وسميت، شنو ممكن يكون هنايا في هذا المجال هذا، شنو هي شنو الدور اللي خصها تلعب هنايا في المعادله كامله انايا، شنو هو الدور ديالها. هادو هما النقاط اللي خصنا نحطوهم، ممكن نحطوهم كما قلنا في ذاك المائده المستديره، ومن عاد كنا كنقولوا حنايا كيخص واحد المركز اللي يكون يومي اللي يجمع هاد الناس هادو ويجاوب على الاسئله نتاعهم، ولا في ايميلات ولا في التليفونات ولا في الاخر، ولا الاقل يوجههم ديال لورونتاسيون ديال التوجيه. ايوا شكرا هذه هي التنسيه. غير بالنسبه للجيش اليومي ودع على هاد الحوايج هذا باش يكون مثلا جميع المؤسسات مختلف ذاك الجيش اليومي بحال مثلا المركز ديال الصفراء، واش هذا بخير انت التعامل ديالك والعلاقه اللي ما اذا ما كاين والو في هذا الجيش اليومي. انا ما عمر انا مقصب الاستثمارات ديال الجميع وداير كاع بالكامل كاع ديالي، وما عمر المركز ديال الاستثمار على ديال الناظور حل لي مشكل ابدا.
هذا الملف اللي كنقول لك راه باقي عندي وباقي عندي المعلومات تاعو الدقيقه ديال 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 لي باطون بوليس ديال كرسي كيقول له سير الله يخليك هو الاداره سير دور عليه هو والدور ديالك شنو هو؟ الدور ديالك الجهه وما تخوش حتى جماعه اللي عنده شي حاجه يقدر يعطيها في بلاصتو يعطيها في بلاصتو لانه راه العطاء ديالك في بلاصتك هو التوقيف ديال واحد الهجره هو التوقيف ديال واحد العدد ديال الناس اللي كيموتوا في الكيران وتحت الكيران واحد العدد ديال الناس اللي كيهجروا غير من القراويل للمدينه واحد ولا من كاع من منطقه لمنطقه اخرى ولا من بلاد لبلاد اخرى بالعكس راه كل كتسمى ذاك الاثار الايجابي بحال كتسميو في كرة الاقتصاد بحال السبيرال يعني بحال السبيرال اي اثار ايجابي فواحد ديال المشروع الا وكيدير الاثار ديال اللي داير به ديال المستهلكين ديالو اللي ديال التريسيانه ديال السوادريه ديال صحاب الالومنيوم صحاب القهاوي اللي كيبيع الطوموبيلات كيبيع البسكليتات وهي غاليه اي اثر سلبي كلشي كيهود معها عاوتاني كيجي راجع معها لا واحد القضيه اللي خصنا نتفقوا عليها كاملين هي التشجيع هي الخلاصه ديال هادشي كله هو انه التشجيع ما كاينش وملي كنقولوا التشجيع ما كاينش التشجيع فيه عده اشياء الا صرحت لك بالموضوع ديالك راه شجعتك الا مشيت معاك اللي مركز من المراكز اللي كتمول قانونيا دابا القانون المالي راه واضح كيمكنك تلقى في ميزانيه الدوله واحد العدد ديال الجهات اللي كتمول خصنا غير نعرفوها ونبحثوا عليها باش نمشيو ليها هذا الشيء كله يمكن له يدخل في هذا الشيء ديال التسهيلات نعرفك بهذا يعني المراكز اللي كتمول نعرفك بالاداره اللي غادي تسرع لك سميتو ولهذا احنا عندنا واحد الموضوع وهو هذا الشيء ديال اننا باش نشتغلوا على واحد المشروع معين تيمكننا نبقاو فيه عامين وثلاث سنين واربع سنين ونخرجوا في الوقت ويمكن لو كان كاين شويه ديال التشجيع والتسريع وكذا وكذا تيمكن على ثلاث شهور اربع شهور يمكن يخرج الوجود ماشي مشكل هذه هي القضيه ديال اللي في الحقيقه يعني صعيبه بزاف وحنايا كنشوفوا دابا بحال المكاتب الجهويه ديال الاستثمار اللي دارت امتى بدات الخطاب الملكي ديالو 2000 ولا قبل ولا من كان الخطاب الاولي للملك اللي كان وكل مره كان سميتو اربع سنين اللي دات ولا خمس سنين انتهى مات ما كانتش يلا اخيرا ملي وقع هذا الشيء ديال شي شويه ديال سميتو ولات عاوتاني المراكز ديال الاستثمار راه هي حياته راه هي وبدات بعض المشاريع كتدخل راه بدات بعض المشاريع ولو نسبيا راه كتدخل كاينه اذا اللي كاين هو انه حنا كنبداو ولكنه ما تنمشيوش في نفس الوتيره وفي نفس السرعه وفي نفس كذا ما كنمشيوش كتفوت شويه ديال الوقيته كيتزامن داك الشيء مع شي هذا كيولي هذاك الشيء بحال دخل شويه للنسيان على ما تجي شي حاجه اخرى اللي غادي تذكر به اذا الصراحه هو ما كاينش شي حاجه اللي يمكن لها يعني تدار بلا ما يكونوا ناس مبادرين وناس اللي عندهم يعني واحد الامكانيات ديال اول ولو عنده غير الجراه باش يمشي مع الناس وباش يساعدهم وباش يعاونهم وباش كذا والى اخره الا ما كانتش هذه الامور راه ما غاديش تمشي حنا بالنسبه لنا كنظن سي سولتوني قبل هذيك الاسئله اللي طرحتو حنا اولا وقبل كل شيء يعني مستعدين الحاجه الاوليه نبقاو نشوفوا اللي عنده رغبه نتحاوروا معاه نتناقشوا معاه ونذكروا شنو بغيتي دير شنو كذا والى اخره حتى لو عندك شي صعوبات مرحبا ولكن نسهلوها دابا البدايه خصها تكون هكا لانه الا ما بديناش هكا يعني حتى شي واحد ما غادي يلقى قدامه كل شيء ساهل غادي تجي وتقول بسم الله وتبني دابا ولا دير دابا ولا تنجز دابا ولكن الا كانوا الناس اللي عندهم هاد يعني رغبة باش يعمل شي حاجة نمشيو معاه ولو تكون حتى الصعوبات كاينة ولكن يمكننا نمشيو معاه للمسؤولين نمشيو للمكتب اللي هو الاستثمار نمشيو لجميع الجهات اللي غادي تساعد وتعاون باش نسهلوا على هاد المواطن هاد الإمكانية حنا كجماعات محلية كذلك خص تعطى هاد الفرصة إلا عندك ناس اللي باغيين يديروا هاد
ديروا استثمار او ديروا كذا وكذا، وكيعطوك واحد الحل اللي تحفزك، والتحفيز باش تهضر مع المسؤولين. انا عندي في الجامعه ديالي ناس اللي باغي يديروا استثمارات، هذا المشروع الفلاني المشروع الفلاني، وتكون عندنا غير اقتراحات، المشروع الفلاني المشروع الفلاني المشروع الفلاني، مزيان ونخدموا عليهم ونتعاونوا احنا كجامعه من جهتنا. الان المسائل اللي يمكن نوفروها مثلا، نهضروا على العقار، نهضروا على يعني الترخيص، نهضروا حتى على الضوء، نهضروا على امور بحال هكا، يعني هذه واحده من الصعوبات الكبار، ولكن خص يكون عندك في مقابل ذلك واحد الانسان اللي كيقول لك انا مستعد للاستثمار. انا عندي الامكانيه باش ندير استثمار، عاونوني شجعوني في هذا الاطار هذا غادي ندخل. ولكن يعني انا كنقول علاش المكتب ديال الاستثمار خصو يكون حاضر، حقاش هو اللي غادي يسهل الماموريه حنا دابا كجماعات ولا كمجتمع مثلا، ولكن المكتب اللي جاو الاستثمار هو اللي غادي يشجع هذاك التواصل وينح عليه ويحث عليه. كانت شي مساله كتعلق مع الديوانه يدخل، باش هو يدخل سيرتو يعني مسؤول على الاستثمار، وديك الساعه العامل الاقليمي ولا الوالي ولا شي حاجه كذلك يدخلوا، لانه هذا الشيء فيه مصلحه ديال الدوله في الاخر، مصلحه ديال الى شغلتي الناس راه هو هذاك، راه مشيتي للهدف الكبير. فهذا القضيه اللي بغينا نقولوا، اذا كنا بغينا نشتغل وندير انا واحد نقول على واحد الخلاصه، غادي نديروا واحد يعني واحد بحال واحد البرنامج جد مختصر. واش عندنا شي ناس اللي فعلا بغاو يستثمروا؟ مرحبا بهم. كما بغا يكون هذا الشيء غير يقولوا إيه لا ما عندناش هنا، ونمشيو نذكروا مع الناظر، نذكروا واخا الى الى يعني الى الى ما جبرناش حتى هنا ونمشي ولقينا في الجهه نمشيو للجهه، ما كاين مشكل. غير خص يكون عندنا هذاك المستثمر اللي غادي يعني يعمل شي حاجه بنيه صادقه وبرغبه وبالحاح الى اخره، لانه راه كان حتى ديك القضيه اللي انا بغيت ندير، ولكنه بالهضره كيف ما كان واحد الزمان كيجيو الصبنيول وكيجي كذا وكيجي يجي غير بيديه، ولكن ملي كيوصل هنايا وكيحط المشاريع وكيحط التصاميم وكيحط كذا ولا خيره، كاين اللي دا الفلوس، ولكن الفلوس ديالهم راه الفلوس ديالنا ديال المغاربه، راه الفلوس ديال الابناك المغربيين تقريبا كتلقاها ما جاب والو. اذا في جميع الحالات حنا ك يعني كان بس مساله نخصوها مزيان في اطار واحد العمل ديال يكون شويه جدي، اولا يعني نعاونوا الناس ونبينوا عن حسن النيه ديالنا كاملين، باننا حنا اللي بغا يدير شي استثمار ولا شي حاجه وكذا الى اخره يعبر عليه، حتى الا ما عندناش حنا شي حاجه نحاولوا باش نوفروها وتحفزنا باش نوفروها الى اخره. ثم بالتالي هذه المسائل اللي هي ممكنه بحال مثلا المنطقه ديال النشاط الاقتصادي وغير ذلك راه حنا خدامين عليه، وكذلك حنا منين غادي نلقاو الناس اللي كيطلبوا منا غادي نلحوا حتى على المسؤولين، والالحاح ديالنا وهو انه كاين طلب، والدوله خصها تكون حاضره وتكون حاضره باش تعاون. الامكانيات راه ماشي يعني الامكانيات غير اذا كانت الامكانيات الكبيره حاضره في الاول، فالامكانيات يمكن لها تجي يعني تجي شويه بشويه. والجماعات المحليه الى ضافت الجهود حتى يمكن يكونوا جوج جماعات ثلاثه، اذا كان مشروع مهم، اذا كان مشروع مهم راه كيمكن يكون ما بين ثلاثه اربعه الجماعات، بحال اللي كنا كنهضروا عليه قبيله هذاك الشيء، راه انت مع ديال هذا الشيء ديال جمع الحليب وكذا ولا خير، راك ما تهضرش مع جماعات زايو، تهضر مع جماعه ديال تهضر مع جماعه ديال ستو، تهضر مع اكليم، تهضر مع ابو عرب، تهضر مع الزخاني، تهضر مع الى اخره. هذا هما المسائل اللي خصنا نخدموا عليهم. حنا راه حنا في اتم الاستعداد، ونتمناو على ربي نكونوا ان شاء الله موفقين. والجميع حنايا بكل صراحه يعني كنقولوا بانه راه المغرب راه معول عليها من زمان، وراه كتنفع البلاد، وراه الفلوس كيدخلوا، وكاين مساعدات كيجيو من برا، راه الخير في الحقيقه ديالهم كاين وموجود، ولكن خص حتى هما يستافدوا، حتى هما يدخلوا بالاستثمارات ديالهم، حتى هما يدخلوا بالامكانيات اللي يمكن لهم مثلا يبرزوا فيها، ماشي يجيب لك طوموبيل وبس، يجيب لك سيارات الاسعاف غير يعاونوك، ولكن حتى هو خص يجي كمستثمر يمكن له يدير شي حاجه اللي ينفع فيها الناس، يخدمهم ويشغلهم الى اخره. المجال الفلاحه عندنا هنايا فيه بزاف ديال الامور،
حنا دابا حتى التواصل ديالنا حنا مع الناس الفلاحه راه تيمكن نهضروا مع الناس الفلاحه نقولوا ان الناس في الخارج باغيين يديروا شي حاجه شنو تقترحوا علينا نتوما لوفيس ديال البركان مثال المكتب الجهوي الاستثمار الفلاحه بصفه شنو تقترحوا علينا دابا حنا عندنا مثلا الحوامل انا ما نقدرش نعطي شي فتوى في هادشي مثلا ولكن تنقول واحد البلاد اللي فيها يعني الكليمونتين فيها ما فيه ولكن علاش ما كاين والو؟ يمكن نفس الاخر المشمش واش دابا حنا غير تمشي لاي بلاد بحال اسبانيا غتلقى عندهم حتى المساحه 28 ولا 30 الف هكتار في هذه الجهه وزيد شي 30 في المنطقه ديال بركان هي 60 الف هكتار مثلا ما عندك شي وحده صناعيه فلاحيه مهمه لو كتمشي لاسبانيا تلقى 10 الحوايج من هذا النوع في منطقه بحال هذه اولا من بين الحوايج اللي بعض المرات كانوا كيوقعوا فيها فكيتلقاه بدا المشروع وكيكتب الخبر بان المشروع ديالو راه عنده الدعم 70% 60% اذا كان داير لراسو 70% اذا كان كتسماو لاكغياسيون يعني غادي يعاون هذوك الناس الصغار اللي دايرين به هذا العمل ديال الزيتون العمل ديال الزيتون مثلا عصري اليوم الى دايروا غير طار راسك كتاخذ 60% ولا كاين دايروا هنا في هنا كنلقى المسطره وهنا المعلومه والا تحرك كل شيء الملف ديالو شاف يا سي ما تبداش حتى اي ما خصوش يبدا خصو يدير الطلب والمرض خاويه ويجيو يفاليديو معاك وديماري وتبدا تخدم وملي تجيب داكشي وتجيب الفاكتور وتعمر له دوسي عمر له ويعطيه لك ولكن حتى تبدا ودير الطلب حقتي كلشي الملف يقول لك كلاوني وهذا بعض المرات كيمشيو فيهم فلوس كبيره لان انا كيفاش حتى تبدي الا بديتي المشروع عاده الطلب شارك ما يدعموك قبل ما دير اي خصك توجه خصك قبل في الدراسه وما ديرش حاجه في التيران اما الا في التيران ولا خذ داكشي اللي لاحظوا شارك انا تبعت واحد المشروع ديال معصره ديال الزيتون من داك الطراز هادو كتسموا الدوفاز كنقول له واحد تراب ديال في واحد 20 متر في الطول هذا كاين انا هذا شي وحده من سيدان جدا هذا اول واحد راه الماني في دريوش مفرقوش وهذاك كنت تبع معاه من الاول الشركاء ديالو المغاربه ما كيسمعوش عند الهضره ملي دازوا شويه الهابطين لقاو بان ما عندهم كونفرونتات عندهم مشكل مع الاداره هذاك السيد في الاداره ما يقدرش يطبق معاه شي حاجه باثار رجعي والاخر كيقول له عندي الحق ديالي راه غير تغدفنا يصير اجي فك هذا ما انت في الوسط لذلك بعض المرات المعلومه خاصه من هذا الشيء اللي خصو يعرفوا حتى الاخوان في الجاليه هو انه خصو يعرفوا بان ما راه بعض المرات المستثمر خصو يجي عند واحد المركز لواحد البلاصه اللي هي كاع محايده نقولوا كاع يعطي له المعلومه الاول يعطيه المعلومات غير اون جينيرال الشريف بغيتي في الميدان هذا راه كاين هادي وكاين هادي وكاين هادي وكاين هادي انا صرت النيفو ديال الكابيتال عندك هادي وعندك هادي وعندك هادي تخدم قدا ديال الناس عندك هادي وهادي وهادي في هذا القطاع ديال الفلاحه بوحدو هذا بوحدو هذا بوحدو هذا بوحدو ولكن اول حاجه راه عندك الدراسه والمسائل وداك التيران وعاد تقدر دير الطلب راه ما الا درتي هادي قبل هادي راه غيتحرق هذا الشيء هو اللي مهم بزاف 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 عندك المواطن لانه راه ما كنفهموش حنا هنا فما ادراك يفهموا واحد من برا وكيهضر غير الشلحه الالمانيه ولا الشلحه الفرنسيه ولكن دابا راه ما كيمكنش غير تجي وتبدي ياك بديتي تدير المشروع عاد كتقول للناس وانا راه عندي الحق في الاعانه وعندي الحق وعندي دابا هو في الحق في الحقيقه يعني المسطره خصها تمشي مطابقه للاجراءات ديال الاداره باش ما يتطرحش هذا الاشكال هذا والى بقى لان هذا الشيء الا وقع الانسان يجي وما يخطط له وما يتذكر وما والو كتسمى بحال درتيها عشوائي عاوتاني هذا هو الاشكال ولهذا حنا كنهضروا على القضيه ديال نشوفوا اشنو الحاجيات ديال المنطقه الحاجيات ديال المنطقه الاساسيه هنا في هذه الجهه الا هضرنا على الزيتون والزيت والى اخره راه ممكن
إلا هضرنا على الحواميض كذلك يعني المنطقة ديال يعني الحواميض كذا هذوما المشاريع اللي وكاين كاين حوايج أخرين اللي يمكن لهم حنا ما داركينهم خيط ولكنهم يقدروا يكونوا اللي كان كيخص الإنسان يبدي. صح حنايا دابا البداية هي وضعوا اللبنات. هي البداية هي ما كايناش يعني بمعنى أنه ما إلى حد الآن خص تكون واحد البداية مزيانة تكون واحد البداية خايبة وكون واحد التواصل وكيقولوا نقطة بنقطة نقطة كتولي كتقولوا أخ من زايو كيقول لي بدون إيجاد حل عنده سؤال محلى سي محمد بدون إيجاد حل لمشكل مياه السقي بصبرة أعتبره زيه النواحي يعني مناطق يعني غير مؤهلة أما من جهة الاستثمار من ضرورة خلق معامل تحويلية اللي كنت كتقول دابا سي محمد للمنتوجات الفلاحية إذن على جماعة ولاد ستوت وزايو العمل على إخراج المنطقة الصناعية إلى الوجود في أقرب وقت وخلق منطقة سياحية بحامة مولاي علي أما زي وأقولها بصدق قد تأثر كثيرا بالبناء العشوائي لولا لوفر جماعة زي ميزانية لبناء مركبات تجارية ومحطة طرقية لأن هذه المشاريع هي التي توفر الشغل والحركة التجارية كما أن مشكل العقار يعتبر عقبة أساسية للاستثمار أتمنى أن توصل إلى خطاب للسي محمد طيب مشكل العقار ما هو موضوعه ما هي وفين كتجي المشكلة ديالو دابا إلا جيت نحسب لك ملي راح نقول قريب سنوات وهذا الموضوع مطروح مطروح علاش مطروح؟ لأن بكل صراحة نقولها يعني بلا ترتيب الدولة ما وضعتلوش واحد الحل من الحلول اللي يمكن تعطيك واحد السرعة في الإنجاز أولا قبل كل شيء العقار الفلاحي هو اللي مهم العقار الفلاحي كله العقار الفلاحي خضع للظاهر ديال 273 استرجع الأراضي اللي استرجعتها الدولة من هاد المعمرين اللي كانوا عند العقارات اللي كانت عند الفرنسيين والعقارات اللي كانت عند الإسبانيين الغريب هو أن هاد المنطقة ديالنا اللي كنسميوها المنطقة ديال الحماية اللي كان فيها الحماية الإسبانية العقار قليل اللي استغلوه الصبنيون الباقي ما استغلوش كانوا دايرين له غير الرسوم العقارية عند الصبنيون اللي دار رسم عقاري فيه 100 قطار 120 150 200 300 إلى آخره وهذوك كان رسم عقاري حتى استقلينا عاد ولينا نسميوه رسم خليفي لأنه المنطقة الخليفية ديال مخلفة الاستعمار الخليفية لأن كان فيها خليفة السلطان ياك يا سيدي هذا الظاهر ديال 2 مارس 73 راه استرجع هذه الأراضي استرجعها ديال الدولة إلى حد الآن باقية معلقة باقية معلقة ديال بن منعرف واش ماشي دابا شنو دابا كيهضر هذو الإخوة اللي كيهضروا على البناء شي ديال البناء ديال راه 40 عام أخويا فين يسكنوا الناس؟ فين يمشيو فين؟ خصنا نهضروا الصراحة فين؟ ما عندوش فين يمشي إذا العقار ما مسويش الوضعية ديالو من الناحية القانونية ما مسويش معناه ما يمكن لك دير لا تجزئة ولا والو ثم بالتالي هذوك الصبنيون اللي مشاو خلاو الأراضي في يد الدولة ولكن كاين واحد المواطنين اللي كيقول لك هو شرع على الصبنيوني ديال كاري شرع جوج مرات ديال شرع على الصبريولين فين كاع جوج مرات زيد ملي شرع على الصبريولين كيخص داك الملف ديالو الملف ديالو داك القانون تيقول خصو تسوية الوضعية بسرعة داخل عام عامين هاك عطيه التيتر ديالو باش يمشي يبيع ولا يجهز ولا يدير تكتئة ولا كذا باقي الآن ثم توسعت القضية ديال هذا ديال الارث وديال كذا هذا شرع على سبنيولي توفى خلى اربعه خلى الاولى في الاخير وتوسعت سميتو وما بقات لك هذا الشيء كنعيشوا هنا في هذه المناطق ديالنا ضرب ولا جلس ولا هضر ولا قول يمكن حتى انه الانسان تيمل يقول صافي هز يديه والسلام عليكم هذا الشيء اللي كاين
من كيما قالك السي محمد الله يخليك على هذا الموضوع، لان واحد دخلتها كانت لاباس ناك سميتها نقول عمران، قال داروا لها تجزئه جزئوها وكانها قطعه واحده. دارت الايام واحد المورسو تحفظ واحد بقى معلق، الخطاب الكبرى هو انه فاش كانوا كيديروا التجهيز ديك التجزئه ديال الامان ما داروش واحد على الاقل بعدا في ذاك فين متلاقيين هادو يديروها بعد شارع، سولي بعدا على الاقل بعدا شارع متلاقيين تما. دابا عندنا هنا قطع ارضيه، بقعة ارضيه فيها 160 متر نصف هذا ونص، واحد باقي له كوزينه ما حفظهاش، واحد باقي له يمكن صوج محفظ دوج محفظ، كاين اللي بقى عنده شي متر محفظهاش ولا معلق. شوف دابا ودابا الملف داك الشيء باش انا جبته معك السيد الرئيس، لانه دابا انايا تغطى عليهم اللي في المندوبيه ديال التعمير. قال لك اودي حنا الله يرحم الوالدين يلاه الله يقول البارح دوزناه للعمرة، راه كلفنا العمرة باش يهزوا راه السيد النبي عبد الله تو كان باقي وزير، راه قال لك سيدي هذا الشيء غيتكلفوا به نعم ماشي لي وهذا من العمرة هذا من الفضاء ربي بس عبد الله يحفظ لانه بس عبد الله هذا من الفضاء شحال ونطروا عندهم راه في مجموعة القطاع 20 عام ايش 20 عام ونطروا عندهم اي ماشي يقول لك عام ولا عامين ولا عام دابا فين وصلنا راهم عندهم محسوبين فين وصلنا معاه فين وصلنا مع الناس ضغطنا عليهم درنا معاهم واحد الجلسه ماراطونيه في الناظور قال لك واخ راه العمران كذا ما كذا طرق غد ليه يومين كانوا طلعوا الاخوان ديال العمران السي فتحي بن عبد الله ديال العمران في بوجده طلعوا لهنايا جلسوا العام سيدي مع الاملاك الدوله مع المسائل صافي راه سيدي طوب خرجت السي عبد الله حضر معاهم صافي غادي نمشيو عند هذا الشيء في الناظور السي عبد الله راه كان متبعو بلاتي دابا بلاتي دابا في اخر المستجدات لانه عشان بعض المرات كيجي حوايج خصنا نتعاونوا فيهم لا هو خصنا نتعاونوا فيهم حيت اذا ما تعاوناش فيهم غنبقاو كنبقاو كنبقاو كنباتينو السيد قالوا صافي نتعاونوا مزيان غادي نخرجوا نديروا خرجوا الطوبوغراف خرجوا الطوبوغراف سي عبد الله سي الاخر ديالي عبد العمر جاي في سلوان اسيت مومو قال لك اسيدي سيدي ديال الاملاك الدوله ديال الاملاك المخزنيه في الاملاك الدوله في الناظور قالوا لا سيدي لا حنا ما هادشي ما خرجناش اشنو يخرجكم واش السيف قال لك لا سيدي انتم العمره ديروها على سميتكم حفظوها ديريك بسميتكم انتم يا دابا باش حفظوها حنايا راه حفظوها انتم انتم اللي راه ديالكم دابا حفظوها ومن بعد دوزوها علينا ولا شنو عليكم ولا نخلصوكم فيها ولا داكشي باش نفكوا الناس راه الناس راه عطي لهم وقيله دابا وقيله الوزاره عطي لهم شي 3 سنين وقيله ولا شحال شي حاجه عطي 3 سنين خص الملفات على الصعيد الوطني خصو يتفضى ما يعطيهم 3 سنين بقى دابا المدير الجهوي غادي في جهه هذا فؤاد ديال 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 املاك الدوله في الناظور جبد الفران قال لهم لا انا ما سمحوا لي انا ما نمشيش معكم في المسار اللي اتفقوا عليه نهار الاول ودابا زيرناه وحده من جوج يقول لنا وحده من جوج يا اما غادي يخرجوا واحد الشيء ولا هادشي انا دابا في حقه حتى انتم هنايا من الاخر ماشي عندك السي عبد الله بوحدو خصكم تعطوا واحد لابوي واحد اخر قولوا ودي شويه شريف حنايا عندنا الناس وحده من جوج عاد الناس في حقها راه نقولوا المعقول نيشان راه عندهم الا جاو المعقول نيشان خصهم يطالبوا الدوله بالتعويض 20 سنه انت معلق محفظ له نص انا اش انت انا عطيني الورق ديالي مخلص كان على 160 متر دابا هو هذه القضيه كان عن واحد وكل مره تظهر فيها كل مره تظهر فيها مشكل ديال شي واحد اخر ولكن غادي يلقى الحل ديالو لانه علاش قلت لك قبيله بعض الناس ملي تيهضروا انا كنشوف التعاليق اللي كاينه ولا الملاحظات اللي تتكون ولا على مستوى الصحافه ولا على اي مستوى ما عارفينش واحد الحقيقه ما عارفينش هادشي اللي كتقول دابا انت فهمتيني انت تشوف هذه مساله بسيطه دخل فيها العمران دخل فيها البلاد المخزنيه الاخر كيقول ماشي ديالي الاخر كيقول ماشي شغلي الاخر كيقول هذه ديال هذا وفهمت هذه هي مشكلة الجامعة المحلية مشكلتنا حنا كجامعة محلية هي اللي كتلقى راسك كتواجه عدة جهات من أجل مشكل بسيط جدا والو فهمتي كيفاش هذه من جملة المشاكل اللي كنا كنهضروا عليها قبيلة قلنا كيخص الحلول دابا ما هو المانع باش غادي لأنه هذا الشيء علاش كنهضروا دائما على 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 كون الحكومه خصها تبنى واحد
القرار يكون فيه انني الى ما كان الى شي حاجه تبعوها الناس من الناحيه القانونيه اكثر من سنه وما عطاتش النتيجه راه حنا ما خدامينش اولا ولكن باش الاعتراف ليش باش يتبعوها ماليها 30 عام وما تقول داكشي للوجود وانت كتحرق ولكنه المسؤوليه من يتحمل دائما مع المواطن اللي شوف المواطن اللي خارج الحلقه كما تيقولوا ما هوش ممارس في هذا الشيء ما كيعرفش هذه الحقائق صح ولكن الى دخل غادي يعرفها غير يدخل يقول انا عرفت صافي هذه هي هذا الواقع دونك انا هنايا اللي بغيت نقول لك حنا ما يمكنش يكون عندنا مازال بعض القوانين مازال ديال الفرنساويين ولا ديال الصبنيين مازال كاينه يعني القوانين القديمه اللي كانت في عام 36 ولا عام 38 ولا الى اخره ولكنها ما بقاتش كتساير الوقت كيخص هذا الشيء خصو التجديد بعد الترتيب القانونية كامل لا خصو التجديد وهذه المسائل ديال المسؤوليه خصنا المخاطر الوحيد دابا انت هضرتي تهضر مع العمران تهضر مع الدومين تهضر مع شوف السكنه دابا ها العمران بوحدها شركه تهضر مع وزاره السكنه تهضر مع الدومين تهضر مع التعمير تابع للعماله ما يعني كل واحد فين كيهضر وكل واحد كيدير الملاحظه حسب ما كيخرجه هو ومنين غادي تجي تشوف النتيجه الاخرانيه غادي تلقى الا كنت تدير ملاحظه وتقول لي انا ماشي شغلي جهه اخرى ولا اخر ولا اخر كنلقاو درنا واحد العمل اللي توجور كان خصنا قليل فين يعني تكون النتيجه اللي نحصلوا عليها بسرعه هذا هو الواقع اللي كاين ديال اللي كنعيشوه ولهذا المساله الاساسيه في هذه الامور كيخص دائما يعني كيخص بحال كنهضروا على الكيشي اونيك في بعض الامور كينفع بزاف لجنه كتجتمع كتجلس هذه عندك وتيكون كيفك هذه المشاكل الجهوي ديال سميتو ديال الاملاك المخزنيه كيدير القرار ديال رفع اليد باش هذاك السيد يمشي يحفظ ديك الدواله ديالو باش يتهنى ودابا راه شحال وصلنا من فرامه معنا الساعه والله في هاد الايام تقريبا كل اسبوع تندوزو 30 40 دوسي حسب الطلبات اللي كتقدم وحنا غادي مزيان ولكن الحقيقه هو الا ما كانش هاد يعني الشباك الوحيد اللي غادي يناقش هذه المسألة ويخرج واحد النتيجة قرار موحد وكتطلق المواطن ما صيفش كل واحد يعطيك الملاحظة ديالو بوحدو هذا يعطيك بوحدو يعني ما كيتكش هذا الشيء وخاصنا بالخلاصة خاص المراجعة ديالنا يعني المراجعة ديال القوانين باش يكون فيها التسريع ديال سميتو ديجا كانوا كنشتريو ما عمر يعني انا نعطيها شهاده ما عمر شي نهار جينا وقلنا ما غاديش نستقبلكم راه شهاده معروفه ديك العلاقه ديال المجتمع المدني دائما موجوده اولا حنا الجمعيه ديالنا زي مع السي مصطفى مع الاخوه السي بن داوود السي زروز السي معاشي فكرنا في هذه المساله ديال ابناء زيو في العالم اللي كانت هي واحد الفكره سي الجزائريه نعم السي فكرة انبثقت غير هكا يعني مع السي مصطفى مع الموقع ديالو كاين واحد يعني واحد طلب كبير على هذه المسألة ديال ان ابناء زيو نشوفوا شي حاجة صيغة اننا نجمعهم ولا شي حاجة وكان يعني كانت فكرة خرجت للوجود بهذا الشكل هذا يعني غير عندنا واحد احنا اللي حنا غادي نخدموا غير ثلاثة ديال لي زاكس يعني ثلاثة ديال لي زاكس اللي غادي نخدموا فيهم وطبعا البلديه دائما راها ولا الجماعه راه دائما بالنسبه لنا هي راه شريك ضمني في جميع العمليات اللي غادي نديرو ان شاء الله اول يعني اول توجه اول اكس اللي غادي نخدمو فيه هو اللي كنخدمو حنا نخدمو فيه هو ما هو انساني ما هو يعني اجتماعي انا كرهنا خدامين فيه وعطى نتائج كتبعو في فيسبوك هذه المساله الناس ديال الجاليه كيبغيو يعاونوا العائلات ديالهم هنايا في الجوانب الانسانيه بلا انسان مريض ولا دابا غير الفيسبوك نقدروا نجمعوا له ونديروا له يعني كان واحد استجابه كبيره كاين الجانب الثاني هو الجانب ديال التنموي هو اللي غادي ندخلوا فيه الاستثمار بزاف ديال الاشياء واهم شيء اللي راه دابا اللي بغي النقطه اللي غنخدموا عليها هي الاستثمار
يعني نشوفوا يعني الاليات اللي نخدموا بها ونشتغلوا مع الجماعات ولا في هذا المجال. الثالث اللي احنا راهنوا عليه مستقبلا يقدر يكون في المدى المتوسط واللي كنراهنوا حتى الجماعه تعاوننا فيه هو اننا هو جانب كنسميوه مؤسسات خدمات. هذا السيد اللي كيجي من الخارج يبغي يدير رخصه مثلا ديال البناء هو باغي يمشي يدوز العطله عنده 15 يوم للبحر ولا علاش ما تكونش هاد المؤسسه اللي حنا خدامين ديال ابناء زايف في العالم تكون واحد نقول بحال هاد الشباك هذا انا نقول له انت سير اعطيني واحد الوكاله انت سير غادي تجي تلقى الرخصه ديالك المسائل يعني نعاونوهم نعاونوهم في هاد هما اكبر مشكل عندهم المشاكل الاداريه في البني في الرخص بزاف ديال الاشياء وفي المجال العاود ديال الاستثمارات ديال هاد الجانب. لذلك احنا راه نفكر مستقبلا ان تكون هنا واحد الدار دار ديال المهاجر ديال زايو والمنطقه في هذيك الدار غادي يجي المهاجر يلقى الحلول ديال المشاكل ديالو من تما تنبثق هذه المساله ديال التعاون دار اللي تكون مع الجماعه مع الشركاء ما غاديش تكون غير احنا ما غاديش نقدروا نديروا كجمعيه هذا واللي يكونوا فيها كاع الشركاء مين يجي هذيك الدار تكون فيها بزاف ديال يعني بزاف ديال يعني المكونات مثلا يقدر يكون فيها واحد المجال ديال الفضاء ديال الطفل ديال اللغه العربيه مثلا اللي ما كيعرفوش ولا شي حاجه الابناء الجاليه ديالهم يعني كاين بزاف ديال الفضاء نقدر ولكن اللي اساسي عندنا ان هذا الانسان اللي يجي يلقى المعلومه تما بحال واحد الشباك انه بغى يستثمر هنا يلقى عندنا كل شيء يلقى عندنا المشكل ديال العقار نعطوا له المعلومه الوسائل نعطوا له المعلومه الطريقه نعطوا له المعلومه الامكانيات اللي كاينه عند الجامعه والمنطقه يعني يلقى واحد المكان فين نشتغل. حنا نفكروا في هذه الدار الجاليه ممكن نشتغلوا فيها مع المبادره الوطنيه مع الجهه الشرقيه ولا اللي كان شي مكان نقدروا نخدموا فيها مستقبلا علاش لا. وحتى هاد الناس هادو اللي غيجيو من الجاليه غادي يبقى يجي من الخارج يقول لك حنا عندنا واحد واحد البلاصه ديالنا ديالنا فين كنلقاو فيها يعني الحلول المشاكل ديالنا يعني هادو هما يعني الحاجه اللي بغينا نشتغلوا فيها مستقبلا ان شاء الله. يعني بادية كاينة بالنسبة لنا احنا هنا بزايد مزيان نشتغلوا عليها وتكون من جملة الأمور المهمة فيها هي هذيك اللي قلتي دابا بالضبط وهذاك هو الهدف هدف هو يجيو الناس ويستافدوا ويفهموا ويسولوا وهذيك المعلومة اللي هضرتي عليها قبيلة حتى ديال الاستثمار فعلا ملي غادي يجي غادي يسول خصو يعرف جميع المعلومات والمعطيات وكذا يلقاها تما قبل ما يجي كيتصل بالقبائل لا لا طبعا قبل كنهضروا كنهضروا بان كيبغى يدير شي حاجه يعني كاين مؤسسه كاين معامل كاين مخاطب كاين مخاطب فهمتني هذاك المخاطب هو اللي غادي يعطيه المعطيات والمعلومات وكذا والى اخره زياده على هذا الشيء لما غادي يكون واحد سميتو كما قلتي واحد السيد ربما يكون ما عندوش حتى الوقت فعلا من حقه يعطي الوكاله فعلا تخدموا الاشغال ديالو راه من حقه يعطي الوكاله الواحد يعني يقدر من عائلته ويربطوا مع به مع فعلا يصاحبه يقدر صديقه يقدر واحد من طرف يعطيه وكاله عنده فيه الثقه ويربطوا توجور مع ذاك هذا باش يفسروا له المسائل ويفهموا هذه مسائل مهمه واللي اهم منها كله هو يتعلموا ذوك الناس اللي يديروا شي حويجات يعاونوا بهم الناس راه حتى اللي كيدير شي مشروع ويخدم فيه اربعه ولا خمسه الناس راه هذاك هو اللي كيعاون الناس بزاف دونك يعني حنا اذا كانوا هاد الناس راه دوك المشاريع ما نستناش حتى يجيو المشاريع الكبار راه المشروع الصغير اللي كيخدم خمسه الناس راه مهم واحد يخدم خمسه واحد عشره واحد زوج واحد الى اخره ولكن الحركه ولكن يعني بعض المرات حنايا بعض المرات كنشوف انا من خلال سميتو تيقول لك الناس سوا ما كاينش الاخر ما كاينش عندنا زعما المعامل دابا الناس كتفكر غير الا كان المعمل اللي كيدخلوا فيه 200 ويخرجوا منه 200 وراه حتى المعمل صغير ولا شي حاجه مؤسسه ما كيخدموا فيها اربعه وخمسه الناس راه كبيره ومهمه راه اللي هز عليك اربعه الناس راه هز عليك اربعه الاسر راه هز عليك 20 الناس يعني راه مهم وهذه القضية ديالها سميتو راه مزيانة وهضرنا قبيلة جبتو على المنطقة الصناعية اللي بولاد التوت المنطقة الصناعية اللي بولاد التوت يعني أنا كنظن المستقبل ديالها ماشي بعيد وغادي يكون مهم بزاف تقريبا 500 هكتار وهذيك هذيك المنطقة اللي عندنا في جامعة دولة التوت
ترى كان عندي الملف التقني ديالها قبل ما 15 عام هذه الملف التقني ديالها اللي بديناه مع بعض الاسبانيين هنا بديناه قبل واشتغلنا عليه مدة ديال راه دابا سنوات 90 90 وكان زيد اسيدي كان 5 مليون درهم لا شتك المهندس المعماري راه خلصوا العقدتي ديال المنطقة الصناعية مليون ديال الدرهم وذاك المنفرة كان عندنا وعاء نعم وخدمنا ووقفنا معاهم كما يجي ولكن شوف 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 باش نقول لك الصراحة رديتهم ثلاثة للوزارة إعداد تعمير وإعداد التراب الوطني كان سي محمد اليزغي مع كاتب الدولة ولا وزير منتدب في الإسكان كان المباركي مع وزير التجارة والصناعة كان هذاك جدو لا لا اللي قبل منه راه مات ناس سميتو تازي مات جلسنا وذكرنا وكل شيء الأخير ولكن الثقة ما كانتش الثقة ما كانتش ديالنا كيقول لك هادو شنو بغاو بهادشي كله لانه جايبين واحد المشروع ضخم كبير كذا ومحدينو في الزمان هما كيقول لك الى ما يكونش عندي من هنا للتاريخ الفلاني ما عندي ما ندير به واش شفتي كيفاش الو تخلطت شويه الاوراق انا وداك الشيء وكذا هما ملي حنا كنا كنهضروا مع الناس حنا تفرقنا مع ذاك الميل باش يخرج ولاني ملي كنهضروا كيقول لك هاد الناس اش بغاو السؤال اش بغاو هذوك السمنيون حنا ما نقدرش نجاوبوا عليه حنا فهمتيني ولذلك بقات القضيه داز الوقت مشاو في حالتهم هذوك مشاو لجهات اخرى هما الله اعلم فين مشاو كانوا كيقولوا مشاو لجهات اخرى وقيله كاع الهند ولا شي حاجه ولا تونس نعم كانوا في تونس لا ولكن حتى تونس ما داروا معهم والو وهذا هو دابا حنايا نفوتوا هذاك الشيء اللي ربحنا صناعيه مهم جدا وكبير بزاف حنا لما كيسول شي واحد يقول لك المنطقه الصناعيه في زايد وكنقول لهم كاينه مادام عندي عندنا 500 قطار ديال يعني الجامعه المصيبه الجامعه القرويه النهار الاول راه دارت على اساس الجامعه القرويه اللي زايو من بعد فاش ولات سميتو ولات دوك حنا بالنسبه لنا ما طراش المشكل ديال العقار يجي السيد بغا يدير استثمار كبير غادي سميتو موجود عندك 4 كيلومتر ياك 4 كيلومتر من هنا والطريق قدروني وكل شيء الى اخره ما كان قريبا كل شيء قريبا الميناء المطار كل شيء دابا لو بغيتي تهضر على الميناء حنا رحنا قرار لان الميناء يعني ماشي ضروري يكون بالعكس فهمتني بالعكس خص تخرج اي المطار موجود الحمد لله المطار كذا ولهذا شكون اللي غادي البنيه التحتيه موجوده شكون اللي غادي فعلا انه سوقه لا اللي غادي يعطي لهذه المنطقه الصناعيه المستقبل ديالها الكبير هو المرصى اللي كتبنا بني بويافا دابا اللي راهم يا هذيك هي اللي غادي تعطي هم خدامين اللي غادي تعطي المستقبل ديال المنطقه الصناعيه واخا غتكون تما منطقه صناعيه فعلا ولكنه المنطقه الصناعيه المهمه هي هذه علاش؟ لانه وجد الا غادي يفكر يدير شي حاجه راه ما يديرهاش في وجهه لا ما عندوش غادي يجي يقرب الناس يقرب سميتو ويكون قريب دابا المرصى ديال الناظور ان شاء الله المرصى ديال هذا غادي تكون مرصى كبيره ربما غادي يكون في هذاك الشيء ديال البترول وكذا الى اخره كاين ممكن حتى بجهه هذه ديال التحويل ودابا ديال التحويل دابا نتمنى على ربي انه تكون غادي ربما كاين اللي كيقول لك يمكن لا تكون بحال داك الشكل ديال روتردام ولا شي حاجه بحال داك الشكل بحال داك الشكل نيشا لان روتردام تساتيريت اي لا زعما الطبيعه ديال النشاط هو عليك طبيعه النشاط اذا الا مشات بهذاك الشكل المستقبل ان شاء الله راه غادي يكون مهم حنا دابا ماشي حنا اللي كيهمنا هو انه في المستقبل ديال المنطقه غادي تكون ان شاء الله مهمه بزاف وهذا 500 هكتار اللي هنا راه هو رصيد عقاري
رصيد عقاري مضمون ديال المنطقه ديال ديال زيون اللي غادي يخلق واحد الاقتصاد كبير. حنا نمشيو ان شاء الله في خلق واحد اماكن الكيشات الاقتصادي الصغير اللي هو كنخدموا عليه سي عبد الله، راه عنده كلشي الاجراءات وكذا كتسموا ليه مباشر اللي كتسموا ليه والناس ديالنا ولا الناس ديالنا ديال ديال يعني اللي في المهجر ديال اللي في المانيا في هولندا يعني بالخصوص اوروبا وداكشي وكذا الى اخره، هما اللي عندهم واحد سميتو كنظن بان كيخص يتفتح معاهم واحد التواصل، خص يتفتح واحد التواصل كبير ويفهموا هذه المواضيع كلها، لانه هذا المرسل اللي كدار وهذا الشيء وكذا والى اخره راه هو مستقبل كبير فعلا. دابا راه حنا لما كنشوفوا دابا الوقيته اللي حنا فيها دابا يعني كاين واحد الضائقه كبيره، كاين ازمه كاين 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 كاين، ولكنه في الوقت اللي غتشوف المرسل كتخدم وفي الوقت اللي كتشوف كذا لانه كاين افاق ان شاء الله غادي كان افاق. هذا السير خاص كلمه هو احنا رحنا غادي نكونوا عمليين، يعني يوم المهاجر غادي تكون في 10، احنا قبل 10 ان شاء الله 8 10 8 يمكن احنا في 30 7 ولا 29 غادي نحدوا الوقت ولا 3 غادي نديروا يوم ديالنا نتكلموا فيه على هذه المنطقه، نتكلموا فيه على هذا، وغادي يكون فيه المهاجرين ديال المنطقه ماشي غير زي ولاد السجون. حنا شو بس عندك انت لا لا لا، حنا كنخصنا نجلسوا ونقولوا للناس بغينا نخدموا على واحد القضيه، اعطيونا افكاركم واعطيونا سميتو واعطيونا شي شويه يعني ودنكم مزيان وماشي ضروري انه تجي باش تنتقد شي واحد اخر. لا شنو ما عرفناش شنو غير عليك، لا حنايا اجي اعطينا يعني اعطينا افكارك من جهه باش يمكننا نديروا نشتغلوا، لان حنا يوم المهاجر كيجيو كيجتمعوا كيجلسوا ملي تلقاو مع السلطات المحليه كيحطوا مشاكل خاصه، انا بغيت نبني ما كذا كذا، انا حطيت واحد الطلب ديك النهار كذا كذا، انا الى اخره، هذاك الشيء ما يحتاجش هذاك الشيء كنظن انا ماشي ضروري يكون غادي الاستثمار. ركزوا على النقطة واحدة هي الاستثمار ديال الورقة ديالها، ولكن خصو يكون بحال واحد يومين او ثلاث ايام واحد بحال ديال يوم دراسي المنطقه شنو المؤهلات ديالها ونمشيو طبعا ملي غتقول المنطقه شنو المؤهلات دير ورشات يعني دير ورشات ديال، ولكن في نفس الوقت نشوفوا حتى المؤهلات البشريه ونحسبوا شحال عندنا في هذه المنطقه ديال المهندسين شحال عندنا ديال هذه مثلا ماشي صعيب حاجه تكوين الاطر موارد غادي وحتى هذوك الناس ذوك الاطر ديال البلاد غادي تعيط لهم مهندسين معماريين مهندسين كذا تعيط له يعطيك فكره وراه كاين فيهم اللي راه هو اطار في وزاره من الوزاره تعاون. واسمح لي السي محمد انا كيبان لي بان المنطقه دابا اللي كنت نتكلم على السي تومي وضع الصوره بانما تقريبا جميع لي بلون المسائل واجدين ماشي واجد شنو هما؟ لي بلون والمسائل كانوا زعما كان زعما بليزو موان الوراق ديال ديك المنطقه راهم زعما كاينين. هذه المنطقه الصناعيه. المنطقه الصناعيه. حنا انا بالنسبه لي عمليا ماشي ضروري نتسنى حتى نهار شهر 8. انا ممكن اليوم شهر 4 نقطعوها في الوسط نديروها بعدها هنا شكون هما المتداخلين في الاستثمار ولا في المشاريع التنمويه في الجهه. يعني ممكن يدخل معايا هنا يدعم هذه المبادره هذه. انا اليوم جماعه عندي 500 هكتار تيتريه مريقله قامت عليا تان مزيان، شكون يدخل معايا هذا الشيء الدار مائده مستديره والله جعل اسيدي ندير فيها جوج ثلاث سوايع، كل واحد يبريزونتي شنو هو البروجي تاعنا نبريزونتيو الناس اللي كانوا عندنا شي مهتمين المشاريع اللي حطوا ديجا الطلبات نتاعهم ندارش معاهم ونعيطوا لهم ونشوفوا الشركاء هذا المجلس الاقليمي ولا مجلس الجهه ولا مجلس الجهه ولا الوزاره التجاريه ولا ديال التجاره والصناعه ولا اللي بغى يكون اللي هو شتناه ممكن ينفعنا نعيدوا المائده المستديره تكون مائده مستديره عمليه منها فاش يكونوا عندنا واحد العدد ديال المعطيات واحد العدد ديال لونجاجمون اونجاجمون كونتراكتويل يكون داك الشيء موقع بان ما راحنا ها شنو كنعطيو ها شنو كنديروا شنو ممكن شنو ممكن شنو ممكن حتى في شهر 8 الا بغينا نسوقوا لانه في شهر 3 وقع لنا مشكل غادي نمشي لدوسلدورف انا كنت حاضر مشينا من غرفه الخشب مشينا كنسوقوا نوهموا علاش شكون اللي مشى؟ جهه
الجهه ولكن مشينا هذوك جايبين داك الشيء مدروس محطوطين هالنماذج اللي عندنا وحنا مشينا نتصور ما درناش اجتماع هنايا باش نعرفوا باش غاديين ما وجدناش ورقه عمل ما وجدنا حتى المعطيات ديالنا ديال الاقليم ولا ديال الجهه الشرقيه شنو هي كتعطي شنو هي الخدمات كتقدم انا بغيت نستثمر عندي 50 مليون اورو قول لي المجالات اللي عندكم مهمه حيويه قول لي شنو الخصص اللي عندك تما قول لي شنو باش غيدفع لي منطقه حدوديه دابا منطقه حدوديه حتى في المغرب في العالم دائما عندها واحد الطرب عندها شي عندها الشروط الموضوعيه باش تنجح راه تقريبا كيف هذه منطقه حدوديه عندي انا المنافسه غير شريفه ديال الكونتربون عندي كذا دفعني في الاول 10 سنين ولا 15 عام ونوقف علاش ليا تما ماشي مشكل ولكن ما مشيناش طلبنا احنا كنا بغينا نمشي بالكاسكيطه ديال الجمعيه لقيتها جمعيه مقاوله الصوره جدا ونهضر ومشينا ولكن وصلنا تما فريمون وصلنا كاين واحد عدم موافقه الخطاب هادو كيتسناوك تجي عمليا حنا مشينا من هنايا كنديرو الشفاوي وهذه بالعكس هذه هي اللي بغينا نديرها بحال مثلا لو كان نديرو واحد المائده مستديره ومثلا في شهر 3 ولا شهر 4 يا اخي تبارك الله ونحطوا واحد الارضيه ونشتغلوا عليها ونفينيوها في شهر 8 ملي يجيو هاد الناس ديال الجاليه ولا المستثمرين ولا دير واحد لقاء تواصلي ولا يوم دراسي يكون داك الشيء ممكن دير شي بحال هذا اولي تمهيدي وتتوجد فيه واحد العدد المعطيات منين غادي يجي وعوض تهضر معاهم يومين ثلاث ايام واحد النهار كافي عندك الخلاصات وعندك كل شيء والواحد يشتغل مع الناس ديال الجاليه اللي عندهم فعلا باش نهضر اللي عندهم فعلا لا اذا ما عندوش دوسي عنده فكره اي الفكره باغي يدير شي حاجه هذا هما اللي خاص ما منين غادي يجي ولا جلست وخص منين غادي يجي عندك واحد السيد اللي باغي يدير شي حاجه فعلا كنجتمعوا ونجلسوا ونمشيو لانه انا دوك الاجتماعات ديال بعض المرات ديال الجاليه اللي كيكونوا في حر منويه اول ما قبل كل شيء الماء اللي كيتوزع في هذه المناطق هذا هو ان المساحه المسقيه هي اكبر من حجم المياه بعدا سنعرفوها المساحه المسقيه ديال 60 ولا تقريبا علينا الى حسبناها راه تكون شي 70000 في الطال لان كاين شي حوايج ما محسوبينش مزيان المساحه هي اكثر واكبر من الحجم ديال المياه اللي درت واحد الزمان باش تكون هذه المنطقه سقويه باش تكون هذه المنطقه سقويه راه في الحقيقه ما كانش خصها تكون كامل هذه الاوليه المسألة الثانية اللي ربما النهار اللي كان دارها الحظ مليون كذا من آخره ما كانش في الحساب ديال هذه السكينة الكبيرة اللي في هذه المنطقة اللي أصبحت محتاجة لمياه الشرب السطحية مياه الشرب السطحية اللي هي ديال البراج لأنه الأكثرية كانوا كيشربون مياه اللي فيها كذا وكانت السكينة قليلة وكذا كذا ولكن الدراسات اللي كانت قبل الستينات ربما كان على أساس أنه يعني المياه ديال الشرب ما غاديش تكون دابا حاليا دابا اليوم كيسيق بالتيو لا حاليا شنو هو عندك منطقه توجد كلها وعندك توجد اجراد حتى هو اجينا الناظر والزري كل شيء كيشرب من البراج وراه ربي دار البركه بارك الله والله الا ربي دار البركه ونقول لكم الاخوان دابا اقسم بالله العظيم مرات كنجي فايت غير من الشارع نشوف شي واحد كي يغسل في التروطوار ولا هذاك والله العظيم الا كنتاسف وكنت علاش كنقول هذا ما عرفاش هذا ما عرفش هذا راه مسكين ولا هضرتي معاه غير تخلص عليا الماء يا ودي لا المشكله هو ماشي نخلص عليك الماء المشكل غدا تبغي تخلص انت فلوسك وما كاينش هذه 30 عام والدراسات ديالها كاينين باش ما نقولوش انه الناس القدام
لا الاداره ما وجدوا، راه كاين مهندسين وكاين الناس اللي خدموا وجدوا واحد المنفذ ومحطوطين. السي عبد الله كيعرف، ونمشيو للوفيس ونجبدوا ونقولوا له جبدنا الملف تلقى من عام 1960 وهما تيفكروا كيقول لك واحد المال كبير كيمشي للبحر، علاش ما نجيبوش؟ علاش ما نجمعوش؟ من بعد هاد مجلس مولاي علي، من بعد بعد اخذ الورد ديال وكلامي وما نعرفش داكشي بشحال ديال الهضره وشحال ديال كذا، خداو واحد النصيب هو هذاك اللي داو من حماد مولاي علي كيرموه في الثاقيه بالنسبه للضفه الاخرى، ياك؟ وبقيه مبرمجين واحد القضيه واحده اخرى وهو ديال ما تبقى خصو يترمى لهذا الشيء. كل سنه كل سنه الكل كان كينتظر باش يقولوا يلا من عند الشيطان هذا الشيء نجيبوه، يلا حتى هالسنه سنتين الجفاف هو اللي ضغط باش الجفاف لا الجفاف ضغط، وتبين على ان هذاك الشيء اللي كانوا يقولوا دوك الناس يا ودي هزوا هذا المادي، تبين على انهم هما كانوا على صواب وغيرهم لم يكن على صواب. دابا الان حقيقة الحكومة جادة في هذا الموضوع هذا منذ سنتين او ثلاث سنين جادين الان، لان الجفاف ضغط وكذا والى اخره. كنت بغيت نهضر واحد القضية واحدة أخرى لكن على هذه النقطة دابا راه مازال راني في هذه النقطة مازال راني اليوم برمج دابا على صعيد المخطط الجهوي ديال التنمية وواحد البارج صغير في الزخانين وواحد في أفسه. مزيان هذو غادي تقريبا تقريبا مليون متر كيوب مو غادي يكونوا الشرب المحلي كذا سدود تلية سدود صغرى تلية وكذا يعود مليون متر كيوب، ولكن اللي اسيدي غير شوف 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 انا 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 كنشوف روح المنوية دابا كتلقى عند القطرة تلقى الماء غادي مع المنوية، منين جا هذاك الماء؟ نفس التما هذاك الماء ها؟ انا نفس التما لا لا كنقول لك كتلقى الماء غادي منين؟ هذاك المياه راه سيدي ديال العناصر ديال كذا راه مياه جوفيه كتفرغ في المويه. اسمح لي نكمل ثم القضيه هذه ما خصهاش المزايدات باش نهضروا، ما خصهاش المزايدات كنقيلوا بلادنا باش تبقى تاخذ بالاخر بالامور الموضوعيه والجديه. دابا هذه القضيه ديال هذا هذا الى جا غادي يفك واحد النوع ديال المشكل غادي ينقص من هذا. ثانيا كاين واحد الفوراج من الجبل تما فيه 25 لتر سيكون 15 عام اللي محفور ومسدود، راه تما مولاي علي لهنايا هذاك محفور وفيه 25 لتر في الثانيه ثم عاد صالح للشرب ماء جوفي، راه هو دابا غير يديروا له راه مخدوم غادي يديروا كذا يجيبوه كرافيتير حتى لهنايا، ولكنه لمن هذاك مهيئ للشرب واحتياط لمدينه زيو، احتياط للمدينه ديال زيو. دابا حنا عندنا بعد 25 لتر الا بغينا نجروها دابا راه تمشي دابا نوريك نوريك الثقب فين هو موجود ومسدود، لونيب عندهم المساك ديالهم كلشي ودابا عطاوها في المارشي كسير. دابا راه غادي يعني اخيرا درنا اجتماع مع لونيب مع لونيب حيت عندنا مشروع ديال التطهير في المدينه غادي نبداو فيه، حنا درناه كاع شي نقطه في جدول العمل كذا، عندنا توسيع الشبكه ديال الماء، عندنا بناء خزان هنايا في المدينه كذلك، هذو كلها مشاريع جديده وغادي غادي يعني نشتغلوا عليها، وعندنا هذاك 25 لتر ديال الماء خصو يتجي للمدينه ديال تايو، لانه ماشي عاد غادي يوجدوها لا انا موجوده ولكن غير باش تجي باش تبقى يعني تمشي في المدينه. هذه القضيه اللي هذاك السيد السؤال ديالو راه هو وجيه، وحنا هذه جوانب خصها تكون، لانه انت جاك الجفاف مشات الامطار وصبحت امام واحد الامر واقع ها هو. دونك كان هذيك واحد الحصه لا باس بها ديال الماء اللي كانت تما يمكن لها تنفع شي شويه، يمكن لها تفك شي شويه الموازات مع الترشيد تماما ترشيد الاستهلاك اللي كاين هو انه دابا المواطنين كيخاص يفهموا واحد القضيه بانه المستقبل
راه هو ديال الماء، عندك الماء راه هو، ما عندكش الماء راه ما عندك والو. باش البترول كيطلع من الماء، حتى البترول كيطلع من الماء، الا ما كاينش ما كيطلعش. محمد كان واحد المشكل اخر بالنسبه ديال هذه المحاولات الصغرى اللي باغيه تستثمر وكذا، كاين واحد العائق كبير اللي هو مع المكتب الوطني ديال المياه. هذوك لي تاكس اللي كاينين راه كاين دابا مثلا مشروع ليسي 30 مليون البرونشمون ديالو تاع لي تاكس. اسمح لي هذه نسينا فيه 12 حجره ولا 14 حجره. شوف هذه ديال هذا المستثمر اللي غادي يجي غادي يستثمر. هذه نسيناها ديال كان السيد حماد من تجربته كمقاول متوسط ولا صغير ولا كيف ما يكون، ولكن كل واحد علاش قلنا الا درنا ندوه غادي نستافدوا بزاف د الحوايج. انا كنقول دكما دابا انت هضرتي وانا اولا المكتب الوطني للكهرباء والماء صالح للشرب اليوم باش يمكن لك دير مشروع، باش يمكن لك دير مشروع خصك تصرف عليه الفلوس بزاف بالخصوص في هادشي ديال الكهرباء، وغير ما يسمى بهذيك الاتعاب اللي كتاديها للمكتب هي يعني خارقة العادة كثيرة أكثر من الأشغال. مثال انك غادي دير واحد المعمل وكيخصك تجيب له الضوء ودير الخزنه ديال الضوء وتجيب كذا والى اخره كل شيء، غادي نفرضوا هذاك الشيء تقابل لك 100 مليون ياك وما ستؤديه للمكتب يقدر يكون 150 كثر ضرب في جوج وزياده جوج يقدر يكون 150 يقدر يكون 200 اعطيها للمكتب الوطني اللي يمكن له جوج ونص فهمتي؟ جوج ونص. حنا اولا على هذا الشيء سمعت ليش هذا مليون الدرهم هذا ملفات هذا ملفات هذا ملفات اللي قال لي بان صالحين اننا نوجدوا عليهم شي تعاون مشترك كل واحد من قبعته مقاولاته ولا السياسيه ولا اسير طرفوا عليهم. انا في مكرم صاحبي ياك قلتها له في داره اقسم بالله الا قلتها له في داره حتى ما بقاش رئيس حكومه وتلاقينا في الجامع وقال لي هذاك تغديت معاه في داره وكان معاه جوجنا معاه الدريسي اللي كان الازمي الازمي ومعاه اللي كان هذا رباح لا معاه اللي كان رئيس البلديه ديال القصر الكبير هذا ادعمه لا لا كان رئيس لجنه الماليه في البرلمان هذو هذو كلهم اصدقاء ديالنا وداك الشيء غير تلاقينا صدفه وجيت معاه تقريبا هضرنا في الموضوع بنكيره واحد الراجل طيب وفاضل يعني ما غادي نقول ولا وقعت شي امور ربما ما كانش فاهمينها ربما ما كانش مفهوم مزيان وهو لما كان وصلوا لهذه القضيه ديال ديال الاستهلاك ديال راه عطينا المكتب الوطني للكهرباء ما يكفي ديال الفلوس ما يكفي ولكن هو شنو دينا مع داك الشيء النتائج ما كانتش مرضيه ولا لا؟ اذا هذا هو المشكل اللي كان مطروح ولكن فعلا انه يكفي انه الانسان اللي عنده كاين غير وطن كاين 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 بزاف ديال الامور لكن الاداره منين كتلقى راسها يعني ربما خاصها فلوس غادي تجيب لك جميع خاصني وخاصني وخاصني غير الدوله خص الدوله دير خص الدوله تفعل خص الدوله ترك دابا انا كنشوف مثلا التجربه ديالي في وطننا كنشوف هما عندهم كتلقاهم كيجيو يطلبوا مثلا اصحاب القلب يجيو يطلبوا اصحاب الكونسير يجيو يطلبوا صحاب كل خطا كتلقاهم يجيبوا شي حوايج بحال مثلا دابا كما قلتوا هذا ديال مثلا الملويه بغاو يطلعوا هاد الزايو مثلا حنا كنشجعوا غير الجوامع خصو الكليماتيزور خصو هادي خصو هادوك الناس كتشجع مثلا يجمعوا مثلا هنا في زايو يجمع مثلا اي شي حاجه يستافدوا منها الناس كاملين علاش حنا مثلا نتكلوا ديما من الدوله خصها تخلص الا الدوله مثلا ما عندهاش ولا ما قداش والمشروع مثلا كاين لا هو دابا كاين الثقه فيه الثقه كيثيقوا فيه الناس انا بحال مثلا مدينه صغيره راه كل شيء معروف لا غير اسمح لي 21 عام تيجي لنا مشيت مغيب مشيت للدار ديال الحماق سيدي شي سؤال سلم على هذا سلم على هذا ولكن هي هذه خصنا هذا الجانب هذا خص يكون خص دابا منين نمشي انا نجمع
ولا نقول للناس الله يخليك ساهموا معنا وداك الشيء وكذا، خص الناس يثقوا فيا. الا ما تقوش يعني راك عارف دونك هذيك القضيه ماشي سهله باش تكسبها في نهار. لا 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 لا، ها هو دابا التجربه العام اللي فات كي راكم ديال العيد ديال الاضحيه، وانا واحد الدري صاحبي بعدا في هولندا ولد وجده عندهم جمعيه ما شحال من عام، تلاقيتو قلت له دير عندنا شي دريها واش بغاو، قال لي ليش جمعتو هو هذاك الدري التجربه ديالو، قال لي ليش جمعتو ثلاثه الحواله وكنت قلتها لك في رمضان، قال لي ليش شريتو ثلاثه الحواله شريتوهم للناس والمدير ديال زوجو كيعرف راه كيفوت على وجه كيمشي على وجه كيفوت على زيدو، والله الا قسم لي قال لي ليش جمعتو ثلاثه الحواله راكم نجحتو. قلتها له في نص العام العام اللي فات 43 ونهار الثاني ديك اللي طلعت زادوا لها شي واحد شريتها وحده 44 ولا 45 44 ولا 45 حولي باش يجمعها مثلا في اول مره. ايه مثلا الا كانت المشروع غادي يطلعوا الماء الناس غادي تشجع، طلعوا الماء غادي يزيدوا يتشجعوا، ما طلعوش الماء كل واحد ما يمكنش شي حاجه ما غادي يديروا والو. دابا حنا كنقولوا غير الدوله خصها دير، لا الدوله خصها دير، الدوله خصها دير. ما يمكنش العرض الدفه الاخرى كان عنده كيخلصوا الماء اكثر من هذه الدفه. علاش؟ لان كاين مال انرجي كيزيدوا عليهم ديال الضوء. على داك الشيء كانت ما كان مادام كان البراش فيه باقي ما طلعوش داك الشيء. دابا دائما كيديروا المقارنه ديال الكلفه الماليه. فهمت؟ هو الاشكاليه اللي كتطرح دائما. لا هو دابا احنا عندنا اولويات حطوهم في واحد المائده مستديره ناقشوا عليهم بجوج حتى الناس ديال ما يجيو يحضروا معنا والناس ديال الجهه حتى هما يجيو يحضروا معنا واحد العدد ديال الامور ونعرضوا هذا ندير واحد 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 النشاط على قد الامكان اللي ممكن يساهم فيه اللي ممكن يعطيه شي حل ممكن يكون شي حاجه مبرمجه وحنا ما وصلناش ممكن شي حاجه في القناه الماليه جديد حتى هو المبرمج احنا عارفينوش المهم اللي يقدر يعاون معنا ونوجدوا شي حاجه اللي تكون ان شاء الله في المستوى في شهر 8 اللي تفرح ويمكن تعاونوا في هذه المنطقه الكبيره ديال 500 هكتار ولا في هذه المناطق الصغيره ديال النشاط الاقتصادي اننا ندفعوا لانه الحوادث دابا هذه اليوميه ديال البارح ولا ديال غيرها كتحيلنا بان ما كتقولنا بان المسؤوليه الكبيره اللي عندنا هو انه مادام عندنا واحد احنا كل واحد عنده مسؤوليه ديالو ها وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته مادام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته حتى حنايا كنحقنا خصنا الى احنا الدماغ ديالنا والقرايه ديالنا والمسؤوليه ديالنا والتمثيليه ديالنا مدنيه كانت او سياسيه ما ساهمتش على الاقل في التخفيف من المعاناه ولا في تحسين الظروف ديال العيش وفي خلق فرص الشغل راه حنا الحق راه مصالحش. ايوا الحقيقه هي الهدف باش جلسنا دابا هو باش نوصل لواحد النتيجه بالضبط بحال هذه اللي كتقول حنا راه حنا غادي نكونوا مستعدين وانتم كذلك بلا شك راه غتكونوا مستعدين ولكن من دابا خصنا نبقاو يعني تواصل ونفكروا دائما ونفكروا شكون الناس اللي غادي يكونوا فاعلين في هذا الشيء. راه هضرنا خصك تفكر في كل شيء، خصك تهضر على يعني المنتخبين على السلطات المحليه على يعني ولكن واحد الشرط على ان الهدف هو الاستثمار، الهدف هو خدمه واحد يعني واحد سميتو خدمه واحد الشريحه من المجتمع اللي يمكن هذا الشيء اذا انعكس غادي ينعكس عليها باش تستافد شي. المهم يعني الحواميد عموما اش ما يديروش مثلا شي تكوين عنده علاقه بالحواميد كيفاش ينشا مثلا وزين ولا مقاوله عندها علاقه بالحواميد بعدا هو يكون تخصص فيها ويعرف يدير فيها مشروع او لا مثلا مارشيكا كاينه علاش ما يكونش تكوينات عندهم علاقه بالسياحه او لا مدوست هذه ديال الغرب المتوسط علاش ما يكونوش التكوينات اللي عندها علاقه بهذا الدومين هذا ديال المصا والموانئ الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين. اولا في البدايه كنشكر جمعيات ابناء زيو في العالم، حقيقة أننا اجتمعنا معهم اليوم وجلسنا معهم اليوم في إطار الانفتاح على يعني العمل المتعلق بالمجتمع المدني وخاصة ما يتعلق بالجالية الجالية المغربية في الخارج. احنا بطبيعة الحال في جميع المناسبات كنوهو بالجالية ديالنا في الخارج لأنها كتعمل بجد واجتهاد
باش تعاون الناس داخل الوطن. إذن أعطت التجربة على أن هاد الناس عندهم نوايا طيبة ونوايا حسنة. الآن فينا إحنا خصنا كلنا مجتمع مدني داخل البلاد ومؤسسة منتخبة أننا نتحركوا في هذا الاتجاه، ولكن غادي نتحركوا في واحد الاتجاه واحد التحرك آخر، كون أننا نحاول ما أمكن في الاتصالات ديالنا مع الجالية باش ينفعوا الإخوان ديالهم والأصدقاء ديالهم وأبناء البلد ديالهم بالاستثمارات ديالهم. البلاد من اجل باش يديروا واحد يعني الاستثمار، وهذا الاستثمار تنشط الحركه الاقتصاديه في البلاد وتيشغل المواطنين. ولهذا احنا الان كنطلبوا من جميع المواطنين خارج البلد من الجاليه المغربيه في الخارج ان ابناء المغرب بصفه عامه انهم في حاجه الى هذه الجاليه لتساعدهم وتعينهم. والحقيقة أن الجالية ديالنا معروفة ومشهورة كونها أنها تساعد يعني كيساعدوا المواطنين، تساعدوا العائلة ديالهم، تساعدوا الأسر ديالهم، تساعدوا يعني الأصدقاء ديالهم. فحنا بغينا نقولوا أن اليوم كيخصنا نوليو الجالية المغربية تجتهد باش يعني تستثمر في البلاد ولو استثمارات متوسطة وصغرى. يعني إذا كانت الورشة ولا كان يعني الورشة ولو تكون صغيرة تخدم غير خمسة وغير ستة ديال الناس بواسطة واحد المستثمر من الجالية المغربية فهي مهمة جدا. حنا كنطلبوا من الإخوان وحنا كنقولوا أيضا نقول بأننا رحنا الإشارة رحنا رحنا الإشارة ديالهم باش يعني نتعاونوا معهم. وهذه الجمعية اللي هي مؤسسة الآن بزايد ديال أبناء المغرب في العالم كنتمناو أننا نكونوا في تواصل مستمر مع ابناء الجاليه ديالنا اللي في الحقيقه كنتمناو لها كل خير وكنتمناو انها يعني تساعدنا. الاستثمار يعني استثمار الجاليه داخل المغرب، احنا موجودين باش نعاونوا باش نساعدوا. والجمعيه كذلك يعني هي ايضا باش يعني تحاول ما امكن يكون واحد النوع ديال الاتصال والتواصل. احنا رحنا الجالية ديالنا غادي تولينا في الخدمة ديالهم في جميع المجالات ونرافق هذه الجمعية في جميع التواصلات ديالها والاتصالات ديالها في هذا الإطار. وشكرا.